نظمت المديرية العامة للأمن الوطني لعنابة يوما تحسيسيا بالتنسيق مع بعض الجمعيات يهدف للحد من إرهاب الطرقات. قمنا بتنظيم حظيرة مرورية بساحة الثورة إضافة إلى معرض للصور والإحصائيات الخاصة بحوادث المرور المسجلة بقطاع الاختصاص، إضافة إلى معرض للوسائل التقنية الخاصة بالمراقبة المرورية. الإقبال كان كبيرا من المواطنين، كما استغل الأطفال تواجدهم في عطلة لتسجيل حضورهم بتوزيع المطويات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة التوعوية. بمناسبة اليوم التحسيسي لوقاية المرور، الجمعية الوطنية لإدماج المدرسي لأطفال تروزوميا ساهمت مع أمن ولاية الشرطة في هذا اليوم لتوعية المواطنين. حاجة باهية، وهذه حاجة يعني تساعد بالشعب الجزائري باللي هاد الحوادث تاع المرور بكثره، ومع الاسف السيقين ما يحترموش القانون. ركزت مديرية الامن في هذا اليوم التحسيسي على تصحيح الاخطاء الشائعه التي تعج بها الحركه المروريه من اجل الارتقاء بالذهنيات ووضع حد لكوابيس الطرقات.